ابو بشور عرفنا بنفسك كذا، اسمك كامل، انت من اهل المنطقه ولادت هنا، المنطقه من اهلها يعني. الاسم محسن بن طايل بن محسن الشريف عبدلي. عبدلي من اهل عون. طبعا محلنا منطقتنا هذه قريه رحاب تاريخيه. قريه رحاب التاريخية. ايوه لاسره اهل عون كافه. نعم. اهل عون الان متركه في جزء منهم في المملكه في داخل في الحجاز. نعم. في مدن الطائف ومكه وجده، والباقي خارج المملكه، الاسره الحاكمه في الاردن من الاسره الحاكمه في الاردن من اهل عون. من اهل عون واللي نعم. كانوا في العراق، في جزء منهم في مصر، جزء منهم في لندن موجودين. نعم. الان. نعم. يعني جزء من الاسره. وطبعا مكان تاريخي بالنسبه لنا رحاب، قديم يعني اكثر من 250 سنه اكثر. اكثر دراستي درست طبعا انا مثل المعتاد هنا الابتدائيه في الحويه، المتوسط في الطائف، المثنى بن حارثه، ثقيف الثانويه، جامعه الملك عبد العزيز. كنت تروح يا ابو السيارات؟ نقل. نقل سيارات نقل. ايه. ومن جامعه الملك عبد العزيز تخرجت بكالوريوس اداره اعمال عام 1396 97، وتعينت مباشرة بعد التخرج في وزارة التجارة، أخذت فيها 30 عام وتقاعدت. كلها في الطائف؟ لا لا، جدة، مكة، الطائف، تبوك. تبوك آخرها مدير عام التجارة والصناعة في تبوك. في تبوك. وتقاعدت من تبوك؟ تقاعدت من تبوك تقاعد مبكر قبل السن بسبع سنوات. هي. عام 1429 1428 يعني ابتدأ تقاعدي من 1428. والمنطقة كلها المنطقة خاصة للأشراف طبعا، ما كان مجاور معهم إلا ناس قليل يعني من جيرانهم. إيه؟ الآن زي ما أنت شايف إيش كانوا يمتهنوا؟ إيش الزراعة؟ زراعة. الزراعة بصراحة، زراعة وراعي. أو أول أشراف عندهم أملاك غير الزراعة عندهم. عندهم أملاك. نعم. أما الآن تغير الوضع بعد ما ألغيت المزارع، صار كلها مخططات. طبعا. بدأت عشوائية. بدأت عشوائية، والآن المخططات المعتمدة في رحاب 7 مخططات معتمدة. من ضمنها المخطط حق اللي انت شفته. اي واصل كل الخدمات. كل الخدمات فيه. تبعد عن الطائف 18 كيلو. 18 كيلو. 18 كيلو. في الفترات السابقة يعني في القدم، ايش كان يميز هذه المنطقة؟ منطقة. يعني المناطق في المناطق ايش يميز؟ ما كانت منطقة شبه سياحية زراعية. شبه سياحية. اولا هي زراعية، كانت مشهورة بالبساتين، العنب والرمان. إيه؟ طبعا بحكم جوارها من وادي قرن المنازل. نعم. هذا الوادي كان يجري طوال العام. طوال العام. طوال العام كان يجري كأنه نهر، اللي فيه الخرار رحنا، اللي فيه الخرار الملك فيصل. نعم نعم. وهو امتداد وادي المحرم. ايه. مرورا بالسيل الكبير الى هذا اللي هو اللي يسمى الان او شهرته وادي المحرم، لكن شهرته في المنطقه عندنا هنا وادي قرن المنازل. إيه. من هنا الى السيل الكبير، حتى في الكتب التاريخيه قرن المنازل. قرن المنازل وهو نفسه وادي المحرم. فكانت منطقه طبعا هذا كان الوادي يمشي طول السنه. طول السنة. وكان فيها يعني أشجار كثيفة بشكل لا يوصف في نفس الوادي، بالإضافة إلى المنطقة هنا والبساتين اللي فيها، فكانت منطقة جذب سياحي. سياحي. لأن بالذات سكان الطائف طبعا كانوا يجون حتى من الأسرة المالكة هنا. أيه. يجون العوائل في البساتين. أيه. ويجلسون فيه باليومين بالثلاث أيام، يسووا لهم مخيمات ويجلسون. وأنا قلت لك على المخيم حق الملك فيصل. نعم. هذا كان يجلس فيه بالأسبوع. بالأسبوع. وكان من إخواني كان من إخواني يجي الأمير مشعل بن عبد العزيز. أيه. ونذكر احنا صغار في المتوسطة او بالثانوية، الامير مشعل جلس فيها اسبوعين كاملة في نفس المكان. نفس هذا اللي المكان كان يقيم فيه الملك فيصل. طبعا مشهور يمكن منطقة جذب سياحي انه كان طريق للهدى او الشفا. صح. ما كان للهدى. ما كان للهدى طريق من هنا. لا لا، انا قصدي الناس اللي يروحوا يتمشوا صعب يطلعوا الشفا لهذا، لكن المنطقة هذه قريبة هادي. سهلة. ما كان احد يعرف الشفا. إيه؟ ما كان احد يعرف الشفا. إيه؟ الهدى معروفة بحكم وقوعها على طريق مكة. نعم. وهي منطقة أساسية، منطقة سياحية جميلة. أما الشفا ما جاء له في السنوات الأخيرة. كانت المنطقة دي جميلة. طبعا لما قدمت الخدمات. نعم. الأخيرة المنطقة الشفا وغيرها والطرق وتوسيع. نعم. الطرق ولا تعرف صارت مناطق جذب سياحي أكثر. نعم. مواقع تاريخية أنت السدود قلت لي. طبعا انت شفت مواقع 4 سدود، 2 منها يعني للاسف شبه ازيلت. اللي هو سد وادي وديم الصغيره. أيه. ووادي وديم الوسطى، بقي 2 موجوده وانت شفتها. صورنا وصورتها الكبرى. سد وديم الكبرى، وادي وديم الكبيره، وسد وادي دحنا. دحنا. نعم. وهذه قديمة أثرية، الشهرة عنها إنها سدود هلالية. نعم. أنا شخصيا ما أعرف. أيه. هلالية أو غير هلالية ما عندي.
وغير ما عندي يعني تاريخ صحيح يعني إيه؟ نقول هذه هلاليه او غير هلاليه ما عندها، ولكنها قديمه. والمواقع الاخرى؟ المواقع الاخرى في القصور اللي هي خاصه بالاشراف، القصر إيه؟ الاثري القديم اللي عند بيتك اللي مقابل منزلي إيه؟ هذا قصر عبد المعين الشريف عبد المعين بن عون إيه؟ وذريه الان اللي هم الاسره الحاكمه في الاردن وكانوا في العراق. القصر قديم جدا وللاسف فيه اثار يعني انهيارات، وهذا احنا الان يمكن بصدد ان نعيد ترميمه بحيث نحافظ على المحافظه عليه، نعم. لا يتعرض للازاله مره مع الامطار ومع الاذى، نعم. وفي قصر اخر للاسف ازيل برضه من القصور القديمه مع المخططات ومع لا في نفس القريه حقتنا ايه؟ ازيل لقدمه وهذا ازيل، ولكنه قصر قديم مره. ابو مشهور ايش في كلمه توجهها اليوم في جوله؟ شفتك مضجر من بعض المخلفات اللي مرميه، شفتك مضجر من بعض اثاره بعض الاثار، ايش توجهها سواء للجهات صاحبه الشان او للمواطنين؟ انت شفت انه احنا كنا في الطريق، نعم. كاني انا ماني من ابناء المنطقه، انا صرت ابحث عن السد، وانا ابن رحاب واعرف السد مكانه حجر تغيرت اليوم. انت شفت اخذ لنا نصف ساعه واحنا ما وصلنا بسبب المخططات العشوائيه، وبعد ما وصلنا انت شفت كيف الاعتداء حتى على السد. يعني من واحد من اصحاب الاستراحات باني فوق الجبل وبادي كمان موصل المبنى حقه فوق سور السد، فوق سطح السد. يعني في جهات معنيه، اذا كان الامانات او الجهات المختصه بالسياحه فالمفروض زي هذا هذه ما يعني ما يمنع. تتركها، نعم. لا ما تتركها للتعديات والشيء، نعم. الثاني انت شفت رمي المخلفات، نعم. بشكل لا يوصف، يعني ما ندخل مع الشارع الا مليان مخلفات، ما ندخل مع الشارع الا مليان مخلفات. طيب وين الامانه؟ مصدين الطرق. وين المراقبين حقين الامانه؟ وش يسوون هذول؟ ما يشوفون شيء. وشفت كيف الناس مبسوطين قاعدين يتمشوا؟ منطقه هي انا قلت لك هي من الاساس هي منطقه جذب بصره. سياحي، وعشان الوادي فيه جزء جاء من سيل صغير، ايه؟ شفت كيف توجه الناس للوادي؟ لو كان السيل اكبر كان شفت عالم وزحام، يمكن ما تستطيع انك تمشي في الوادي. شاكرين ابو مشهور على هذا الجوله اللي قمت فيها اليوم، تعبناك والله يعطيك العافيه وعلى المعلومات هذه. بالعكس احنا اللي مقدرين مجهودك يا مهندس رويد، والجهد اللي انت تبذله والتعريف بالطائف. انت اولا من ابناء الطائف، والحقيقه لها هي انت واجب عليك انت، وانت ما قصرت الحقيقه، انت بذلت مجهود افضل من غيرك في ابراز المعالم التاريخيه والسياحيه اللي موجوده في مدينه الطائف، وذكرتنا باشياء قديمه من اهالي الطائف القديمه، من البيوت التاريخيه القديمه في مدينه الطائف. الحقيقة جهد مشكور ويقدر الله يحفظك. الله يعطيك العافية. إيش اللي كان يمارس الألعاب الشعبية عندكم هنا؟ نختم بها. الألعاب الشعبية اللي هي أكثر لعبة شعبية، كانت لعبتين شعبية، إيه؟ واحدة اللي هي القصيمية، وهذا مشهور فيه أهل الطائف كله. أهل الطائف كلهم، إيه؟ بجانب المجرور. المجرور. إي هذه مشهورة جدا. يلعبوا على أشرافها. ما أدري. في المنطقة دي بالذات. بالذات. بالنسبة لأماكن أخرى فيه ألعاب، نعم. شعبية، نعم. أخرى مميزة تختلف من قبيلة لقبيلة. صلوا العيد لكم مصلى هنا. مصلى العيد من قديم. إيه؟ من قديم جدا في هذه المنطقة هذا. الله يعطيك العافية وشكرا. بارك فيك، الله يبارك فيك. الله يسلمك. ان شاء الله هذه مكتبتك. هذه مكتبه قديمه جدا. إيه؟ ايش الصوره هذه؟ هذه صوره جدي الشريف ناصر. ايه ناصر بن عزاء كان مع الملك فيصل الاول في العراق. ايه اللي هو على اليمين. ايه اللي لابس شماغ احمر. ايه وجنبه عمي زبن، كلهم توفوا الله يرحمهم. هذا اخر كان هنا في الطائف وعاش في الاردن حياته الاخيره، توفى في الاردن وله ابناء في الاردن الان ماسكين مناصب. جدي ناصر رجع من العراق وتوفى هنا. ايه هذه المكتبة قديمة جدا هذه. ايه يمكن فيها حوالي 1500 كتاب خاصل تحت، كثير مرة جدا. ايه ويمكن توصل بعضها الى 40 سنة عندي الان. ما شاء الله. هذه فيما بعد هذه برضه عدد كبير فيها في المكتبة هذه. كتب التاريخ فيها حوالي يمكن توصل 300 كتاب للتاريخ. تاريخ يعني كافة أنواع المواضيع فيها المختلفة، لكن غالبية الكتب فيها تاريخ، يعني ما يقارب 300 كتاب في التاريخ. يعني إن شاء الله نشوف لك كتاب بالتاريخ. إن شاء الله نقول إن شاء الله. الله يعطيك العافية. إن شاء الله. سلامك الله. تقول لي كان يجي لأبوك أيام كان مريض، نعم. ولا عام 79 هجري، 1979 هجري، ايوه 78 ايه صار الوالد صار عليه حادث، و ايه
ودخل مستشفى المستشفى الفيصل الصحية اللي قال الصحية القديمة كانت في الحبر يسمونها الحبر ايوه نعم حقت اللي في الشرقية هناك اللي في الشرقية ايوه, أيوة. ثم بعد ذلك كان يأتينا في البيت اللي في الرحاب نفسه لا ما في الرحاب في العزبة في العزبة حقت الأشراف في حارة أسفل في حارة أسفل يدي له ليبر يعطيها اللي هو عم سالي مسلم هو رئيس التمييز الصحية الطائف نعم. رحمة الله عليه عام 79 78 في هذه الحدود ثم بعد ذلك يوم انتقل عاد الوالد انتقل الى الحويه عند خالي هناك ومرضناه عشان والحمد لله وطاب ومشت اموره سنين كذا وبعد ذلك انتقل رحمة الله عليه توفى عام كم الوالد عام 1412 عام 1412 توفى الوالد في مصر في مصر كان معه لوكيما او كذا ايوه يعني هو المرض هذا خبيث توفى في 12 شهر 2 1422 انت عملت فين يا عم شاهد؟ انا مدرس كنت في التعليم قطاع التعليم تخرجت عام 1391 1391 اي نعم من المعهد العلمي ثم دخلت المتوسطة الاولى عام 1383 83 نهايه اخر 83 1384 ايوه هذه المتوسطة الاولى هي المتوسطة الوحيده في الطائف اللي محل يحمل اكثر اللي هي في نجمه يحمل نجمه نعم درس نجمه عند الاستاذ عبد الرحمن الحنبلي رحمه الله عليه والاستاذ ساير الجعيد وحسين البقمي وعبد الله في واحد ما اسمه عبد الله ايش يا اخي كان في والله ما ادري وين كان عبد الله ايش ابوهم كان مفتش ايوه كان مفتش في يسمونها سنه والله ما ادري ايش اسمه نسيتها ما في كم بليهد لا مو هم بليهد قبل غير البلد اللي ولد الشافي هي استاذ عبد الله الشافي كان وكيلنا هي اللي انتقل الى وبعدين اشتغلت في قطاع التعليم انت ايوه كلها في التعليم او ما كنت تدرس في المبارس عام 91 ثم 92 ثم 93 الى 94 ثم انتقلت الى مدرسه عمر بن الخطاب في الحويه واستمريت لين انت قاعده كنت في الحويه حتى 1423 هجري اخذت التقاعد الله يعطيك العافيه وبارك الله يسلمك